استخدام الكسور الجزئية لإيجاد معكوس تحويل لابلاس inverse لابلاس transform using partial fractions. راح نستخدم الكسور الجزئية لحل بعض الدوال لإيجاد معكوس تحويل لابلاس. For example, لو نلاحظ هذه الدالة f of s اللي هي عبارة عن دالة تم تحويلها باستخدام تحويل لابلاس. يمكن حل هذه الدالة لإيجاد الدالة f of t أو تحويل معكوس تحويل لابلاس بالطريقة التالية. إذا جزئناها إلى هذه الكسرين راح تكون التجزئة مالتها هي 1 على s زائد 1 على s ناقص 3. بهاي الطريقة نقدر نأخذ معكوس تحويل لابلاس لإيجاد الدالة f of t، فراح يكون معكوس تحويل لابلاس 1 على S هو الدالة 1 أو دالة الثابت ومقداره 1، وتحويل معكوس تحويل لابلاس لـ 1 على S ناقص 3 هي exponential 3 T. مثل هذا المثال يعتبر مثال بسيط ممكن تجزئته بصورة بسيطة. نجي ناخذ القاعدة العامة لكيفية تجزئة الكسور اللي هي نفس القاعدة اللي احنا استخدمناها بأحد طرق التكامل. أول نوع، طبعا مثل ما بينا انه دائما بمعكوس تحويل لابلاس نعتمد على المقام، فإذا كان المقام مالتنا يسمى باللينير فاكتورز التعبير مالته راح يكون بهذا الشكل. إذا لاحظنا انه المقام مالتنا يتكون من عدد من الاقواس، ولاحظ هذه الاقواس تسمى لينير اي خطيه، لان اس الاكس هنا يكون عندنا 1. فمثل هذه الاقواس يمكن تجزئتها بالشكل التالي، هي عباره عن اي على اكس نا زائد اي هذا القوس الاول زائد بي على القوس الثاني زائد سي على القوس الثالث. ولاحظ انه هنا بالبسط الـ A والـ B والـ C هي عبارة عن ثوابت يمكن إيجادها بعد توحيد المقامات. هذا أول نوع. النوع الثاني اللي يمكن أن يمر علينا بمعكوس تحويل لابلاس هو اللي يسمى بالـ Repeated Linear Factors، أي أن القوس ممكن أن يتكرر بأكثر من مرة. For example، مثلا لو نلاحظ هذا القوس اللي هو x زائد a أس 3، أي أن القوس هنا تكرر 3 مرات. ففي هاي الحالة يمكن تجزئة المقدار بالشكل التالي، أنه أول قوس راح يكون عندنا a على القوس أس 1، والقوس الثاني راح يكون أس 2، والقوس الثالث راح يكون الأس مالته 3، أي أنه إحنا نستمر بالتجزئة إلى أن نوصل إلى أس القوس. وأيضا نلاحظ أنه هنا الـ A والـ B هي عبارة عن ثوابت. النوع الثالث اللي يمكن أن يمر علينا هو اللي يسمى بالquadratic factors، A مثل هذا القوس الأول اللي هو عبارة عن قوس من الدرجة الثانية. نلاحظ أنه هنا عندنا X تربيع، لذلك يسمى بالquadratic factor. أما القوس الثاني فمثل ما نلاحظ هو عبارة عن قوس لينير خطي، لأن أس الإكس هنا جاي يكون 1. بهاي الحالة بالنسبة إلى القوس هنا الكوادراتيك التجزئة مالته أو الكسر مالته راح يكون بهذا الشكل، هو عبارة عن إنه البسط يكون عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى AX زائد B، بينما نلاحظ بالقوس الخطي اللي هو X زائد D أنه البسط مالته هو عبارة عن ثابت. فهذا هو الفرق بين اللينير فاكتر وبين الكوادراتيك فاكتر باستخدام طريقة الكسور الجزئية. بصورة عامة بالنسبة إلى الأقواس المتكررة أو الريبيتد فاكترز، مثلاً لو كان عندنا القوس x ناقص r يتكرر إلى الأس m، حيث الm هو أي رقم، تلاحظ أنه هنا من نجزئ بهذه الطريقة،
انه نبدي من القوس x ناقص r او حسب هذا الرقم. طبعا هنا ال r هي عبارة عن ثوابت، وال a1 وال a2 الى ال am ايضا هي عبارة عن ارقام وثوابت. ال r راح يكون معلوم عندنا، واحنا نروح نوجد قيم الثوابت a1 و a2 الى اخره. نلاحظ بتجزئة الكسور المتكررة الى الكسر m انه اول كسر يكون الاس مالته 1، الكسر الثاني راح يكون اس القوس 2، الى ان ننتهي من الكسور ونوصل الى الاس m. مثل ما نلاحظ بالنقطة 2 انه القوس مالتنا كان اس 3، فنلاحظ انه قسمناه الى 3 كسور، وبدينا من x زائد 1 اسها 1، الكسر الثاني x زائد 2 2، والكسر الثالث x زائد a 3. ايضا من الممكن ان يتكرر القوس الكوادراتيك، مثلا عندنا القوس x تربيع زائد bx زائد q، وهذه p والq هي عبارة عن ارقام تكون معلومة. ايضا نلاحظ ان القوس الكوادراتيك الاول اس 1، الثاني اس 2، الى ان ننتهي الى اخر قوس اللي يكون راح يكون اس m. اما الثوابت b1 c1 إلى أن نوصل إلى bn cn، هذه عبارة عن ثوابت يمكن إيجادها بعد أن نوحد المقامات. فهذه هي الطريقة العامة اللي إحنا راح نستخدمها لإيجاد معكوس تحويل لابلاس وإيجاد الدالة f of t باستخدام الكسور الجزئية. For example، نطبق الأمثلة التالية. أوجد معكوس تحويل لابلاس للأمثلة التالية أو للدوال التالية f of s حتى نوجد من عدها الدالة f of t. نجي إلى المثال الأول، 4s ناقص 5 على s تربيع ناقص s ناقص 2. نقدر هنا إذا نحلل المقام إلى قوسين راح تكون هي S ناقص 2 و S زائد 1. دائما بتحليل المقام نتأكد أنه التحليل مالتنا صحيح، إذا التحليل غير صحيح راح يكون الحل مالتنا كله غير صحيح. نجي نتأكد، فراح يكون عندنا هنا S في S، S تربيع ناقص 2 في S زائد S راح يكون عندنا ناقص 1، ناقص 2 في 1 راح يكون عندنا ناقص 2. إذا الكسور أو إن الأقواس مالتنا صحيحة. نلاحظ إنه القوسين هي عبارة عن أقواس خطية لينير، لأن هنا الأس راح تكون أسها 1 بالقوسين، فممكن تجزئتها مثل ما أخذنا بالجدول السابق. بالنوع الأول راح تكون A على S ناقص 2 و B S زائد 1. نوحد المقامات، راح يكون المقام المشترك مثل ما نعرف هو S ناقص 2 S زائد 1. نجي إلى الكسر الأول، هنا عندنا A المقام مالته S ناقص 2، إذا راح ينضرب ب S زائد 1. ال B المقام مالتها S زائد 1، إذا راح ينضرب S ناقص 2. نساوي بين البسط اللي إحنا استخرجناه من الكسور الجزئية والبسط اللي موجود عندنا بالسؤال، بمعنى انه 4S ناقص 5 راح تساوي A قوس S زائد 1 زائد B قوس S ناقص 2. هسه نتعلم طريقة إيجاد الثوابت A و B. طبعا تقدر توجد الثوابت A و B ان نكون معادلات، ومن هاي المعادلات نقدر نوجد الـ A والـ B عن طريق المقارنة، انه هنا ندخل الـ A على القوس والـ B ايضا على القوس، وبعدين نسوي المقارنة بين الارقام اللي تحتوي على الـ S او الحد المطلق. هذه ايضا طريقة كم لإيجاد قيم الثوابت A و B، او باستخدام ما يسمى بالطريقه الاسرع اللي تسمى بطريقه الهيفي سايد او الكوفر اب ميثود اوف لينير فاكتورز. هذه طريقه الهيفي سايد، انه فقط ننتبه لهاي الملاحظه المهمه، انه هي فقط تستخدم للكسور الخطيه، اي انه الاقواس اللي تكون كوادراتيك ما ممكن استخدام هذه الطريقه.
إذن هاي الطريقة إذا شفنا أنه الأقواس مالتنا لينير ممكن استخدامها، واستخدامها بالشكل التالي، أنه لاحظ القوس اللي هو بالكسر الأول اللي هو يحتوي على الثابت A. إذا ساوينا القوس S ناقص 2 إلى الصفر معناتها الS قيمته راح تساوي 2، فنجي نعوض بهذه المعادلة عن كل S ب 2، فهنا راح يكون عندنا 4 في 2 8 ناقص 5 راح يكون عندنا 3. S اللي هي 2 زائد 1 راح يصير عندنا 3، فراح يكون عندنا 3 A. أما 2 ناقص 2 فراح تكون 0، فمن عندها مباشرة نقدر نوجد قيمة الثابت A. هسه بنفس الطريقة نوجد قيمة الثابت B. نلاحظ أنه الكسر للثابت B هو S زائد 1. إذا هنا إذا ساوينا S زائد 1 إلى الصفر راح تكون عندنا الS تساوي ناقص 1، وأيضا نعوضها بهذه المعادلة، فراح يكون عندنا عندما S تساوي ناقص 1 نعوض راح يكون عندنا 4 في ناقص 1 ناقص 5 يعني ناقص 9، وهنا راح يصير عندنا ناقص 3 B. إذن الB راح تساوي 3. هسه نقدر نأخذ معكوس تحويل لابلاس، فراح تجزئ بالشكل التالي: قيمة الA 1 على S ناقص 2، البي استخرجناها 3 فراح يكون عندنا 3 على S زائد 1، أو تحويل لابلاس للكسر الأول معكوس زائد معكوس تحويل لابلاس للكسر الثاني. نلاحظ أنه هنا المقام مالتنا هو عبارة يمثلنا عن دالة الإكسبوننشال، فأول كسر هو إكسبوننشال 2T، وأيضا نلاحظ عكس الإشارة زائد 3 exponential ناقص t. نجي إلى المقدار الثاني، نلاحظ هنا بالمقام أنه عندنا عبارة عن قوسين، والقوسين هي linear. كلمة linear نقصد بها أس الأوس الأس العفو اللي داخل القوس، فأول قوس هو S ناقص 3 عبارة عن قوس linear تكرر مرة واحدة. أما القوس الثاني S زائد 1 تكرر 3 مرات. إذن التجزئة الصحيحة راح تكون بالشكل التالي: أول قوس راح يكون A على S ناقص 3، الكسر الثاني B على S زائد 1، الكسر الثالث C على S زائد 1 تربيع، والقوس الأخير راح يكون D على S زائد 1 تكعيب. نوحد المقامات ونساوي بين البسط. من نوحد هنا هاي هي قيم أو البسط مالتنا للكسور الجزئية، الـ A هنا القوس مالته واللي هو S ناقص 3، إذن راح ينضرب S زائد 1 تكعيب. الـ B القوس مالته أو الكسر مالته هو S زائد 1، إذا راح ينضرب S ناقص 3 بS زائد 1 تربيع. C المقام مالته هو S زائد 1 تربيع، إذا راح ينضرب بS ناقص 3 بS زائد 1. والقوس الأخير أو الكسر الأخير إنه D المقام مالته S زائد 1 تكعيب، إذن راح ينضرب بS ناقص 3. نساوي بين هذا البسط والبسط اللي موجود عندنا بالسؤال اللي هو 3 S تكعيب زائد S تربيع زائد 12 S زائد 1. هنا نقدر نستخدم طريقة الهيفيسايد فقط لإيجاد الA ولإيجاد الD، يعني بهاي الطريقة ما راح نقدر نوجد الB ولا قيمة الثابت C بالطريقة التالية: الA المقام مالته هو S ناقص 3، إذن قيمة الS تساوي 3.
نعوض الاس بهذه المعادلة ونعوضها بالطرف الثاني. بنعوض عن الاس تساوي 3، هذا الحد راح يكون 0، هذا الحد ايضا 0، وهذا 0، فراح يبقى عندنا فقط اي مضروبة الاس قيمتها 3 زائد 1 يعني 4 اس 3، فراح يكون عندنا 64 اي. وبهذا الحد ايضا نعوض عن كل اس ب 3، فراح يكون عندنا 128. اذا قيمة الثابت اي راح يساوي 2. نجي انه هنا بهاي الطريقة مثل ما وضحنا انه فقط راح نقدر نوجد ايضا الثابت دي. الثابت دي هنا الكسر مالته او المقام مالته هو اس زائد 1، يعني هنا نعوض بقيمة الاس تساوي ناقص 1. اذا عوضنا بهذا الجانب عن كل اس بناقص 1، هذا اول حد راح يروح، الحد الثاني ايضا راح يكون 0، والحد الثالث راح يكون 0، فراح يبقى عندنا فقط دي مضروبة. الاس هي ناقص 1، فناقص 1 ناقص 3 راح يكون عندنا ناقص 4. ايضا نعوض بهذا الطرف عن كل اس بناقص 1، فراح يكون عندنا ناقص 12. اذا قيمة الدي راح تساوي 3. نجي هسه شلون نقدر نستخرج الثوابت ب وC. بهاي الحالة لازم نكون المعادلات. مثلا لاستخراج الثابت ب، لو نلاحظ هنا من هذا الطرف الحدود اللي راح تنضرب بالاس تكعيب او equating x تكعيب terms، يعني الحدود اللي راح تنضرب بالاس تكعيب. اول حد الاي هنا بنفتح هذا القوس راح ينضرب بالاس تكعيب، بدون ما تفتح القوس تعرف انه هنا أنا راح تكون قيمة الاس اسها 3، فراح يكون عندنا اي باس تكعيب. نجي الى الحد الثاني، هنا عندنا اس وهذا من ينفتح القوس راح يكون بي اس تربيع، اذا البي راح تنضرب بالاس تكعيب. سي ما راح تنضرب بالاس تكعيب لان هنا عندنا اس وهذه اس، وايضا الدي ما راح تنضرب بالاس تكعيب، فراح يبقى عندنا فقط اي زائد بي تساوي 3. هنا الرقم اللي موجود يم الاس تكعيب هو 3. الاي احنا استخرجناها 2، اذا البي راح تساوي 1. بنفس الطريقة هسه نقدر نوجد قيمة الثابت سي. لو لاحظنا الحدود اللي راح تكون ما بيها اي اس، او الحدود اللي احنا نسميها الحد المطلق او الثوابت. مثلا هنا الاي من راح نفتح، هنا القوس اس زائد 1 الاي وتكعيب راح تنضرب الاي بواحد، فهذه هي الاي. نجي هنا البي من نضرب هذه القوسين، طبعا هنا واضح هو الحد المطلق يعني الحدود اللي ما بيها اس، فراح تجي من ناقص 3 في 1، فراح يكون عندنا ناقص 3 بي. نجي ايضا الى السي، الحدود اللي ما بيها اس راح تكون هي عبارة عن ناقص 3 في 1، اذا ناقص 3 سي، والدي راح تنضرب بناقص 3. احنا استخرجنا قيم الثوابت اي وبي ودي، اذا من هاي المعادلة نقدر مباشرة نستخرج قيمة الثابت سي. نعوض عن الاي باثنين، البي قيمتها 1، وهنا السي احنا نريدها، وهنا راح يكون عندنا 3 في 3 9. اذا قيمة السي راح تساوي ناقص 4، فهذه هي طريقة استخراج هذه الثوابت. اذا معكوس تحويل لابلاس لهذا المقدار. هسه لو نعوض بالثوابت من اي الى دي راح تكون بهذا الشكل. نجي الى القوس الاول او الكسر الاول اللي هو 2 على اس ناقص 3. نلاحظ المقام هو دالة exponential 3t،
تي راح تكون مضروبة باثنين لأن عندنا بالبسط اثنين. نجي إلى الكسر الثاني S زائد واحد، هذا عبارة عن دالة exponential ناقص تي راح ينضرب هنا بواحد، إذا زائد exponential ناقص تي. نجي إلى القوس الثالث، نلاحظ داخل القوس هو S زائد واحد يعني exponential ناقص t، لكن هنا القوس نلاحظ به أس 2 إذا هو مضروب بدالة t، مقدار أس t هنا نلاحظ القوس الأس مالته 2 إذا t راح يكون أسها 1، فراح نستنتج هو ناقص 4 exponential ناقص t في t. نجي إلى القوس الأخير أيضا نلاحظ هنا عندنا S زائد واحد يعني هو exponential ناقص T، هذه أول شيء. نلاحظ أس القوس الثلاثة إذا هو راح ينضرب بT تربيع، هنا معناته نحتاج الـ N factorial للرقم 2 لأن إحنا قلنا دائما أس T هو عبارة عن أس القوس ناقص واحد، فأس T هو 2 إذا إحنا نحتاج هنا بالبسط فاكتوريال 2. نلاحظ ما موجود عندنا هنا فاكتوريال 2، نلاحظ فقط موجود عندنا الرقم 3، إذا نقسم على فاكتوريال 2 اللي هو 2، فراح يكون الناتج مالتنا 3 على 2 exponential ناقص T T تربيع. نجي إلى المثال الثالث، 5 S تربيع زائد 8 S ناقص 1، والأقواس هي عبارة عن S زائد 3 S تربيع زائد 1. هنا لاحظ الأقواس، أول قوس هو عبارة عن قوس لينير، أما القوس الثاني فهو قوس كوادراتيك لأن الـ S هنا عندنا S تربيع. إذن التجزئة الصحيحة راح تكون بهذا الشكل، أول كسر راح يكون A على S زائد 3 زائد الكسر الثاني مثل ما عرفنا إن هو كوادراتيك، إذن راح يكون البسط مالتنا هو B S زائد C. نوحد المقامات لاستخراج البسط، هنا نلاحظ الـ A القوس بالمقام هو S زائد 3، إذا الـ A راح تنضرب S تربيع زائد 1، B S زائد C راح تنضرب بـ S زائد 3، نساوي بين البسطين. هسه نجي لاستخراج قيم الثوابت B A و B و C. هنا إذا نريد نستخرج أو العفو نستخدم طريقة الهيفيسايد راح تساعدنا فقط بإيجاد قيمة الثابت A، أنه نخلي الاس تساوي ناقص 3 ونعوض بهذه المعادلة بالطرفين راح نستخرج قيمة الاي. البي والسي ما ممكن استخدام طريقة الهيفي سايد، إذا ننتبه إلى هذه الملاحظة جدا مهمة، أنه الهيفي سايد فقط تستخدم مثل ما بينا سابقا للينير فاكتر. إذا بهاي الطريقة لازم نكون المعادلات بالطريقة التالية. طبعا هنا بعد ما ندخل الـ A راح تكون هي عندنا A S تربيع زائد A، ندخل هنا الـ B والـ C على القوس فراح يكون عندنا B S تربيع زائد 3 B S زائد C S زائد 3 C. نجي إلى المعادلات، أول شيء راح يكون عندنا المقادير أو الحدود اللي بيها S تربيع، فالحدود اللي بيها S تربيع راح تكون هي الـ A والـ B وراح تساوي 5، هنا عندنا يم الـ S تربيع هي 5. الحدود اللي بيها S راح تكون هي عبارة عن 3B زائد C، وهنا عندنا 8 يم الـ S. أما الحد المطلق فراح يكون عندنا ناقص 1 يساوي A زائد 3C. إذا عندنا هذه ثلاث معادلات
نقدر نحلها لاستخراج قيمة الثابت A و B و C. فباستخدام هذه المعادلات راح تكون الـ A قيمتها 2. طبعاً هنا إذا إحنا كنا مطلعين قيمة الـ A من البداية باستخدام طريقة اللينير يبقى لنا فقط الثوابت B و C. إذن يعني نقدر نستخدم هاي المعادلة الثانية والمعادلة الأخيرة. والـ B راح يساوي 3 والـ C راح يساوي ناقص 1. إذن بهاي الطريقة الكسور مالتنا راح تكون بهذا الشكل. نجي إلى أول كسر اللي هو S العفو 2 على S زائد 3. نلاحظ الكسر الثاني عوضنا عن الـ B 3 وعوضنا عن الـ C بناقص 1. هذا البسط مالته يمكن تجزئته بهذه الطريقة. راح يكون عندنا 3S S تربيع زائد 1، وهنا راح يكون عندنا 1 على S تربيع زائد 1. نلاحظ أول كسر هو S زائد 3، إذن هذا exponential ناقص 3 T راح ينضرب في 2. الكسر الثاني راح نلاحظ أنه هنا عندنا S موجودة بالبسط، وبالمقام عندنا S تربيع زائد 1، إذن هذا دالة الكوساين مضروب في 3، 3 كوساين تي. أما الكسر الأخير فنلاحظ المقام هو S تربيع زائد 1، ما موجود عندنا أي S بالبسط، إذن هو ناقص ساين تي. المثال الأخير نلاحظ أنه هنا المقام مالتنا هو S، واللي هو S يعتبر لينير، و S تربيع زائد 4S زائد 13 اللي هو عبارة عن كوادراتك. إذن التجزئة الصحيحة راح تكون هي A على S زائد B S زائد C على القوس الكوادراتك. تلاحظ أنه هنا القوس الكوادراتك هذا ما ممكن تحويله أو هنا نحلله إلى قوسين، فنخليه على هالوضعية هذه إلى أن نستخرج آخر خطوة. نوحد المقامات راح تكون بهذا الشكل. القوس الأول هنا عندنا فقط S، إذا راح ينضرب S تربيع زائد 4S زائد 13، والقوس الثاني راح ينضرب فقط بS. أيضا هنا طريقة اللينير ما نقدر نستخدمها، فقط نقدر نستخدم هنا اللينير لإيجاد الثابت A. إذا ساوينا الS بالصفر راح يطلع لنا قيمة الثابت A. أما الB والC فلازم نستخرج طريقة المعادلة أو ثلاث حدود هذه الثوابت A وB وC نقدر نستخدم طريقة المعادلة. أول شيء إذا شفنا الحدود اللي بيها S تربيع راح تكون هي A زائد B، هنا ما عندنا S تربيع إذن صفر. الحدود اللي بيها S هي 4A زائد C، يم الS موجود عندنا 7. والحد المطلق هنا فقط الـ A راح يكون حد مطلق 13 يساوي 13A، إذن الـ A 1. الـ B راح تكون ناقص 1، والـ C راح تساوي 3. إذن الكسور مالتنا راح تكون بهذا الشكل، 1 على S زائد هنا عندنا ناقص S زائد 3. نجي إلى القوس الكوادراتك، نقدر بما أنه ما تحلل إلى قوسين نقدر هنا نستخدم طريقة إكمال المربع اللي تعلمناها بالمحاضرة السابقة. بالنسبة إلى الحد الأول نقدر مباشرة هذا راح يكون الثابت B. أما لو نلاحظ الكسر الثاني هنا نلاحظ بالمقام عندنا S زائد 2 الكل تربيع وبعدين عندنا رقم تربيع، إذن هذا لو دالة الساين لو الكوساين، وهنا مضروب بدالة الإكسبونينشال ناقص 2 T. لكن البسط نلاحظ هو ناقص S زائد 3، إذن نحتاج هنا نوفر S زائد 2. فهنا إذا جمعنا وطرحنا زائد 2 فراح يبقى هنا عندنا S زائد 2، من نسحب الإشارة نعم المشترك وراح يكون هنا عندنا زائد 5. إذن هذا الكسر نقدر نكتبه بهذا الشكل. فمن ناخذ
لابلاس انفيرس، أول وحدة راح تكون واحد، الحد الثاني لاحظ بالبسط توفر عندنا S زائد 2، إذن هو exponential ناقص 2T كوساين 3T، والحد الأخير راح يكون هو 5 على 3، لأن هنا نحتاج بالبسط قيمة الـ A موجود عندنا 5، ما موجود عندنا 3 فنقسم على 3. فهذا هو تحويل لابلاس